قدرات إقناعية رهيبة. إيه يعني لو رأيك، يعني لو أنت ما عندكش مانع إن أنت تقنع البنت دي إنها تبعد عن علي، يعني تقابلها أنت وتقنعها إنها تبعد عن علي، يعني ممكن تقول لها مثلا إن هو عنده مرض معدي. لا لا لا، أنا موافق موافق قوي قوي طبعا، لازم أن دي عيلة هتنتهي قدامي، أمري لله. لا أنا موافق حبيبتي. ربنا يخليك يا رب، يطعمك ما يحرمك. دي كل التفاصيل عن البنت هنا، يعني انت ممكن تبص عليها وتدرسها وكده. جابها لي حسين، حسين جوز كاميليا. يعني كلها مظبوطة. ربنا يوفقك يا رب، ربنا يكرمك، يطعمك ما يحرمك يا رب. الله يخليك. انا لا لا لا، أنا تحت امرك، لا عشان خاطرك وعشان خاطر الاولاد. ربنا يخليك يا رب. معلش انا اسفه، يعني خلصت لك المناديل بتاعتك دي؟ كانت بتاعتي. لا محتاجاها، انا لسه ما خلصتش. تعرف يا شعبان، مراتاتنا هم اللي بيخلونا نخونهم. ما انتوا لو ما كنتوش اتجوزتوهم ما كنتوش خنتوهم. لا يا غبي، ممكن نتجوزهم وما نخونهمش عادي، لو لقينا في بيوتنا كل الحاجات اللي محتاجينها. يعني انت بتخون انجي؟ بفكر بس. ايه؟ تصدق اسامح يا عم؟ سامح ايه؟ اصحى بقى يا عم، يا عم اصحى، انا شعبان. اسواق شعبان، اسواق شعبان. معلش معلش معلش، اصل انا عقلي مش في عقلي، عقلي في واحده تانية. اوبا. تصدق يا سامح برضو؟ يا باشا يا باشا، بص هنا معايا، اسواق شعبان، اسواق شعبان، عادي سهله. قول شعبان. تصدق سهله؟ مفيش مره واحده يا سامح اتفرجت معايا على ماتش الزمالك وبعد ما جه جون راحت واخداني بالحضن كده زي ما بيعملوا في الماتشات بتاعت اوروبا. يا ساتر يا رب، للدرجه دي؟ طب تصدق بقى ان مفيش مره شافت معايا ماتش للزمالك وجي جون اصلا؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. لا ده انت من حقك كده انك انت تخن. عارف يا سامح؟ سلوه، انا سامح فعلا. ايوه. اخر مره قالت لي يا بيبي امتى؟ امتى؟ يمكن بعد ما اتجوزنا بشهرين. ده في مره لما كان ابني سوري بقى عنده 6 شهور، حلو كده، ها؟ قالت لي غير للبيبي عشان عملها على روحه. شفت الرومانسيه يا سامح؟ بص والله انا حاجه، يعني في حاجتين قرفني. في اللي انت قلته دلوقتي ده. وهات ايدك. لا بقرف. هات ايدك معلش. اتفضل. والعشرة دول. أيوة. والعشرة دول اسمي شعبان. مش مشكلة. اتفضل كمل كلامك. مش مشكلة. يا سلام بقى لو في أكلة أنت بتحبها تعمل أي أكلة تانية إلا الأكلة دي. لا دي بتعند بقى. لا مش عند، عملت لها اللي هي عايزاه تعمل لك اللي أنت عايزه، ما عملت لهاش اللي هي عايزاه تاكل من السوق طول الشهر. ما انت كمان مش لازم يعني تبين لها ان انت بتحب الاكلة دي قوي يعني. لا، هتسود عيشتك اكتر وتشغلك اسطوانة بقى انا قاعدة بطبخ واكنس وامسح وكمان مش عاجبك الاكل بتاعي، مع انك ممكن تعمل لك الاكلة اللي انت بتحبها عادي، يعني عادي عادي يا سامح. ما هو انا بقى عشان كده كسامح مش عايز اتجوز. سامح مين انت؟ شعبان على فكرة. انا شعبان؟ ها؟ فعلا؟ ها؟ طب انا بقى كشعبان انا بحب اهبه حبيبتي. هبه حبيبتي هي مسافره بس راجعه ان شاء الله، باذن الله راجعه. انا ايه اللي قعدنا؟ طيب باي باي سامح. مع الف سلامه، مع الف سلامه. بقول لك ايه يا سامح، هو مين اللي كان قاعد هنا ده؟ مساء الخير. على فكره انا بقالي كتير مستنيه. شوفي ساندي يا بنتي، انا بعت اجيبك النهارده عشان اقول لك كلمتين وبس، يا ريت تبعدي عن علي وتقربي مني انا. هو حضرتك انا جيت، انت عاوز مني ايه بقى؟ ما هو انا دكتور. ما انا شفت وانا داخله انك انت دكتور. بس انا مش عيانه، عاوز مني ايه؟ بس انا عيان ومحتاج مريضة زيك كده. انت بتفول عليا؟ انا مش عيانة. انا اللي عيان ومحتاج مريضة اسمها ساندي تبقى جنبي. بص بقى،
لو ما قلتش انت عاوز مني ايه انا هقوم امشي. يمي انا كده خوفت بقى، ما انا ممكن اقوم اجري. بص يا بنتي، بصراحه علي ومراته انجي اصحابي وجيراني كده. طب معلش وانا مالي؟ ايوه بس علي متجوز، انما انا مستعد اضحي واركسبك منه. وركزي معايا، يا ريتني اركز. ما انت برضو اكيد متجوز. ايوه انا متجوز ومستعد اخون مراتي. لا لا سوري باردون، بس الست اللي تمشي مع راجل متجوز لازم تفهم كويس قوي انها بتدمر حياته وتدمر مستقبله ومستقبل اهله. بس علي اكيد راجل وفاهم بيعمل ايه. طب ما انا راجل ومش فاهم، مش شرط يا حبيبتي. ميسي لا في دكتور، علي جام موا بوكو اي موا جو تام علي. الا انت قلت لي اسمك ايه؟ على ما افتكر دكتور سمير. طب فوتك بعافيه بقى. بعافيه بقى. اوف خرب بيتك يا علي، هم دول الاصحاب. يعني 20 سنة فتح العيادة ولا مريضة بالمنظر ده جاتني، كل اللي جون اكسباير. أنا عايش ومش عايش ومش قادر على بعدك. وما بقتش بعرف أنام غير لما بحلم بيك يا حياتي. والله وأنا كمان يا لوي، بس أنا زعلانة. ليه؟ سمير جارك ده كلمني وقابلني قال لي يعني لازم أسيبك. ده حاقد، حاقد بنفس. ايوه سيبك منه. صح انا برضو قلت كده، ولا يهمك يا ريان. طيب طب ايه بقى؟ ايه؟ لا لا ماليش في الجو ده خالص، وانت عارف ده، وانا بنت ناس. ما انا عشان كده حبيتك يا حبيبتي. طب قولي لي اروح اكلم بابا امتى؟ اكلم بابا امتى؟ بابا مطلق ماما. مش مهم. طيب اكلم ماما امتى؟ ماما متجوزه واحد مش مصري وعايشه برا مصر. طب اكلم خالتك امتى؟ خالتي وهي بتقتل جوزها كان بيطلع الروح قتلها ومات. طب لما اخذ حبيبتي يعني لما حد يخبط على باب بيتكوا يعني مين اللي هيفتح له؟ ينفع اخويا. حلو اكلم اخوكي. مينفعش تقابله. ليه؟ عشان هو في السجن. ليلة المنيلة دي. بس ينفع تكلمه على التليفون. مش مهم. انا اللي يهمني انتي. انتي موافقة؟ طبعا يا لوي موافقة اكيد. وانا موافق. وانت ايه؟ يعني كمان موافق. طب انت هتفضل واقف ايه؟ يعني كمان موافق يا علي. موافق. انجي يا اختي. في حاجة يا علي؟ لا مفيش حاجة. نام. ساتر يا رب، في ايه؟ ايه الصوت ده؟ مش عارف. مين بيخبط علينا بالطريقه دي؟ في ايه يا منال؟ في ايه؟ مش مصلحك يا دروجه. عنك ما سمحتي. مش مصلحك يا سموره. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رب تقعوا. ما قلتلناش نعمل ايه؟ ايه ده؟ بالراحه. ايه ده؟ منال الحمد لله على السلامه. انت جره جاموستين ولا ايه؟ الحمد لله على السلامه يا منال. ايه ده؟ انا شفت المشهد ده فين قبل كده؟ مشهد ايه يا انجي؟ دي الهانم جرى الاتنين دول عشان العيد الكبير قرب، شكلها هتبيعهم. يا رب يتجوز عليكي، يجيب لك واحده تطبق على مراوحك يا رب. ايه ده؟ في ايه كده؟ في ايه؟ وترازي فيكي. راجع من الكويت مبقوقك ده ليه؟ بقول لك ايه، مش عايزه فضايح، خش جوه عشان نتكلم. يلا يلا جوعت. مساء الخير. أهلا. أستاذ. أنت مين يا حبيبتي؟ مساء النور.
رايح فين؟ رايح فين؟ راح اجيب لك بلح من فوق. استاذ علي موجود؟ اه استاذ علي. استاذ علي. هي